بعد عودة عبد الرحمن شبيلي من البعثة، عين مديراً عاماً للتلفزيون عام 1971، واستحدث برامج متنوعة خاصة به مثل حوار مفتوح لمناقشة القضايا الاجتماعية مع المتخصصين، وبرنامج مؤتمر صحفي الذي استضاف الأمير مساعد بن عبد العزيز والأمير نايف بن عبد العزيز والملك فهد والملك سلمان قبل توليهما للحكم ومعظم الوزراء آنذاك، حتى نساهم ولو جزء بسيط في إيصال بعض الحقائق أو ما نعتقد أنها حقائق إلى الأخوة المواطنين، وبرنامج شريط الذكريات 1977. من أبرز التحديات التي واجهت العمل الجديد هي محاولة الارتقاء بمضمون البرامج. كان المدير العام الجديد عبد الرحمن شبيلي العائد للتو من البعثة، متأثراً بما كان يدور في أروقة الجامعات الأمريكية حيال مسؤولية وسائل الإعلام بين خياري الارتقاء بالمجتمع والتبعية له. انصرفنا إلى عملية تطوير التلفزيون وتوسعه أفقياً ونوعياً، فأعدت خطة لتطويره، وتم التعاقد مع الحكومة الفرنسية لإنشاء بقية المحطات ولإقامة مركز التلفزيون ولتحويل التلفزيون إلى نظام سكام الملون. أود أن أقول بأن التعاقد مع فرنسا أتاح لي فرصة دراسة اللغة الفرنسية والحصول على دورة في فرنسا. ظللت حتى اليوم أجني ثمارها. Comme les Français sont plus proches de la Moyen-Orient, je pense que les Français sont plus capables de comprendre la situation, l'histoire. واصل التلفزيون السعودي صعوده النوعي، وأجرى تعاوناً مع التلفزيون المصري عقب حرب أكتوبر 1973 عبر شراء البرامج والتعاقد مع المخرجين، بالتوازي مع ارتفاع نسبة الإنتاج التلفزيوني المحلي. في تلك الفترة كانت بداية استخدام الأقمار الصناعية ودخول التلفزيون الملون والتعاون الإقليمي مع دول الخليج واتحاد الإذاعات العربية. يعني إذا استمر الحال على كده الله يريح الخواطر. المهم أنت حاسب نفسك دائما، لا تطالع لغيرك، النظرة للغير تدمر حياة الإنسان. وكانت البرامج تذاع في الرياض وجدة، ثم بعد ذلك في الأسبوع القادم تنقل إلى المحطات الأخرى، حتى أنهم في المسلسلات يسألون أهل الرياض ماذا حدث وكذا في هذا المسلسل، لأنه في الأسبوع القادم سينقل إلى محطة القصيم والمحطات الأخرى. ولكن في عام 95 هجري 75 ميلادي وحدت، فأصبح البث واحد، ولكن المحطات موجودة للتسجيل.